تحية طيبة. نشرة أخبار السادسة من يو تي في، هذا أبرز ما فيها. مساعي بغداد مستمرة لإنهاء مهمة التحالف، اتفاقية الإطار الاستراتيجي تعيق إخراج الأمريكان، واستوديو يو تي في يستعرض قضايا العراقي بين نسختين من مؤتمر ميونخ. مشى تشكيل الحكومة المحلية في ديالى إلى تعقيد جديد، العامر يسحب مرشح التسوية لمنصب المحافظ بذريعة قانونية ويحيل حسم الخلاف إلى توافق عشائري. بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. جدد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني موقف العراق الثابت إزاء السيادة على الأراضي العراقية، مؤكدا عدم التهاون بشأنها أو التفريط بها تحت مختلف الظروف. وخلال لقائه كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، تم التأكيد على استمرار الحوار عبر اللجنة العسكرية العليا المشتركة لإنهاء مهام التحالف الدولي والانتقال بالعلاقة بين العراق والولايات المتحدة إلى التعاون الثنائي ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي. من جانبه أكدت هاريس أهمية الشراكة القوية والدائمة وفقا لاتفاقية الإطار. وبحسب بيان البيت الأبيض، حثت هاريس الحكومة العراقية على منع الهجمات ضد الأفراد الأمريكيين، مشددة على أن سلامتها تمثل أولوية قصوى للولايات المتحدة، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن النفس عند الضرورة. هذا واستقبل سوداني 4 أعضاء من الكونغرس الأمريكي، وهم مايك تيرنر وميكي شيرل وجو ويلسون وجيري كونولي، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن. شهد اللقاء بحث الحوار الجاري بشأن إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق والانتقال إلى علاقات ثنائية واسعة بين العراق والولايات المتحدة وبقية أعضاء التحالف، مشيرا إلى حالة التعافي وما يشهده العراق من إصلاحات في القطاعات الاقتصادية والمالية لتعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار في البلاد. من جانبهم أشار أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى اهتمامهم بنجاح الحكومة العراقية في جوانب عدة، مؤكدين أهمية العراق ودوره لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بحسب بيان حكومي. تواصل بغداد مسعاها لإنهاء مهمة التحالف الدولي وترسل برقياتها عبر مختلف الوسائل والمناسبات لدول العالم عن جاهزية القوات العراقية لتولي الأمن، لكن ذلك المسعى يتحدث عن البعثة العسكرية الأجنبية، أما الأمريكية فمحكومة باتفاقية بين بغداد وواشنطن. إنهاء مهمة التحالف الدولي يطرح مجددا في مؤتمر ميونخ للأمن، هذا ما تريده بغداد أو هو خيارها الوحيد لتخفيف الضغوط الداخلية، أما الوجود الأمريكي في العراق فتربطه واشنطن باتفاقية الإطار الاستراتيجي. جميع البيانات الحكومية وحتى تصريحات رئيس الوزراء الصادرة بعد كل خرق أمريكي للسيادة العراقية تؤكد مضي البلاد صوب إنهاء وجود التحالف، بالرغم من أن حدة تلك الخطابات انخفضت نحو تنظيم علاقة مستقبلية مستدامة بين الطرفين، لكن لا وجود لمطالبات محددة بإخراج القوات الأمريكية باستثناء طلب مقدم من 100 نائب لحالة مقترح قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق إلى لجنتين في مجلس النواب، بحسب بيان برلماني عن الجلسة التداولية لمناقشة الاعتداءات على السيادة في 10 من الشهر الحالي. تربط العلاقة بين بغداد وواشنطن اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وتلزم الطرفين بتعاون أمني وسياسي واقتصادي وفي مجالات أخرى، وخروج القوات الأمريكية يعني إلغاء للاتفاقية الكبيرة التي يتمسك بها العراق قبل الولايات المتحدة بحسب باحثين في العلاقات الخارجية. ومنذ مطلع العام الحالي وحتى الآن يواصل السوداني لقاءاته مع سفراء ومسؤولين فاعلين، فقبل يومين أعاد طرح الملف الأبرز في هولندا مستثمرا قيادة أمستردام لبعثة الناتو في العراق أيار المقبل، وهي فرصة لعرض مسعى بغداد لإنهاء مهمة التحالف بعد عقد من الزمن على انطلاقها، وكذا الحال خلال لقاءات ميونخ، إنهاء مدروس في ظل جاهزية القوات العراقية. إذن رسالة بغداد وصلت إلى دول العالم، والحفاظ على السيادة يتطلب عملا مؤطرا باتفاقيات موثوقة، ومع تلقي السوداني من هاريس دعوة جديدة لزيارة البيت الأبيض
وحتى تحقق اللقاء المتأخر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، فإن تطورات الحوار والميدان ستكون كفيلة بتحديد طبيعة الأجندة والعلاقات الثنائية. في هذا الشأن أيضا أكد السوداني أن التقدم الحاصل في بسط الأمن والاستقرار الداخلي جعل بالإمكان إنهاء الدور السياسي لبعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي. وخلال لقائه فولكر بيرتس وكيل الأمين العام للأمم المتحدة على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أشار السوداني إلى أن البرامج المشتركة مع المنظمة الأممية يمكن أن تستمر عبر نقل نشاطاتها إلى المنظمات المختصة، فيما شهد اللقاء استعراض عمل بعثة يونامي وسبل تعزيز التعاون بين العراق والمنظمة الدولية وبرامجها التنموية. من جانبه قال بيرتس أنه سيقدم تقريره الشامل عن عمل يونامي والتطورات الإيجابية التي يمكن أن تنهي عمل البعثة تدريجيا. إذن بين مؤتمري ميونخ لعام 2023 و 2024 دفعت التحولات الجيو أمنية التي تشهدها المنطقة والعالم إلى تغيير خطاب العراق وطرح أولوية جديدة أمام كبار قادة ومسؤولين العالم، وهي إنهاء مهمة التحالف الدولي مع الإبقاء على علاقات متينة مع الجميع وفق المصالح المشتركة. التفاصيل نتابعها في هذا العرض الإخباري. المؤتمرين ميونخ 2023 و2024 تحولات كبيرة شهدتها السياسة الخارجية العراقية بالتزامن مع ممرة وتمر به المنطقة وارتداداته على الداخل العراقي. رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني كان حاضرا فيهما بأجندات تختلف فيما يتعلق بالأمن وانعكاساته على السيادة، وتتفق في مضمون الشراكات الاقتصادية والانفتاح على المحيط وفق المصالح المشتركة. في ميونخ 2023 التقى رئيس الوزراء كبار الرؤساء والمسؤولين من مختلف البلدان على هامش المؤتمر الأمني، وأنذاك قال في لقاء جمعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن العراق يرغب بتوطيد التعاون مع واشنطن لمحاربة الإرهاب في إطار تقديم التدريب والمشورة وتبادل المعلومات مع القوات العراقية بما يحفظ سيادة البلاد واستقلالها. وفي لقاءات أخرى أكد السوداني أن الحكومة تضع هدف إقامة العلاقات المتوازنة في المقدمة على المستويين الإقليمي والدولي. عام 2023 أيضا أكد رئيس الوزراء إلى العراق أولوية خاصة للإصلاحات الاقتصادية وتركيز الحكومة في تنمية قطاع الطاقة وإنشاء شراكات تنموية واستثمارية في مجال الغاز، فضلا عن تدعيم أطر التعاون والشراكة في الجوانب الاقتصادية والثقافية والتعليمية. كما أكد على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الحكومة في مكافحة الفساد واسترداد المطلوبين والأموال المسروقة، وهي جملة ملفات يعيد الوفد العراقي تقديمها في مؤتمر ميونخ المنعقد الآن. وبالعودة إلى الحاضر، حيث يستمر مؤتمر ميونخ 2024 بالانعقاد، تبرز تحولات سياسية وأمنية بدأت ملامحها بعد 7 أكتوبر الماضي وتأثيراته الجيو أمنية على المنطقة، والتي دفعت بخطاب العراق إلى إبراز ورقة المطالبة بإنهاء وجود التحالف الدولي في مختلف اللقاءات مع كبار قادة ومسؤولي العالم، إذ يؤكد السوداني أن القوات العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية والأداء العالي، ويجب الانتقال الآن إلى علاقات ثنائية واسعة بين العراق والولايات المتحدة وسائر دول التحالف، وهي سردية تتفق مع ما تطرحه واشنطن التي تقول إنها ستجري وفق إطار الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين. We'll be right back.
في اليوم العالمي للتضامن مع غزة، نظم حزب السيادة برعاية رئيسه الشيخ خميس الخنجر وقفة جماهيرية في منطقة اليرموك ببغداد للتأكيد على دعم الفلسطينيين وإدانة العدوان الصهيوني الغاشم. الوقفة الجماهيرية الحاشدة حضرتها قيادات سياسية وشخصيات دينية واجتماعية، وألقيت خلالها كلمات وهتافات أشادت بصمود الشعب الفلسطيني ونددت بالعدوان الإسرائيلي المستمر. المتحدث باسم حزب السيادة خالد المفرجي دعا المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى موقف واضح وحاسم ووقفة جادة لوضع حد للانتهاكات التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد الأبرياء في غزة. كما ألقى ممثل أمة وخطباء بغداد الشيخ الدكتور أنس العيساوي كلمة حيا فيها الصمود الأسطوري لأبناء غزة، داعيا إلى حشد كل الإمكانات والطاقات لنصرة الشعب الفلسطيني. وقفة جديدة ينظمها حزب السيادة مو بالتوجيه مباشر من الشيخ خميس الخنجر نصرة لأهلنا في غزة وفي فلسطين. حفلنا الكريم اليوم نحن نؤكد للعالم أجمع على أن هذه ننفصل عن هذه القضية، سنبقى متمسكين بها وسنبقى مساندين لأهل غزة وسنبقى مساندين لفلسطين. وأقول إن مات ضمير العالم فضمائرنا حية وستبقى مساندة لأهلنا في غزة وللمجاهدين في حماس والجهاد والمقاومة الفلسطينية ضد الصهاينة المجرمين الذين هربوا من منازلة الرجال إلى منازلة النساء والعزل والأطفال. لذلك أقول أصبروا يا أهلنا في فلسطين، فإنما النصر صبر ساعة وأن النصر قادم لا محال. في شأن آخر، قرر الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري سحب مرشح التسوية لمنصب محافظ ديالى محمد جاسم العماري. قال العامري في بيان أنه كان يعتقد بترشيح العماري حلا لمعالجة الانسداد السياسي في المحافظة، لكنه اصطدم بموضوع العمر القانوني والذي ينص على أن يكون المرشح قد أكمل 30 عاما. وعبر العامري عن أمله في أعضاء مجلس المحافظة من أبناء عشيرة بني تميم أن تحسم خلافاتها فيما بينها بالسرعة الممكنة من أجل المحافظة والوصول إلى بر الأمان، على حد تعبير البيان، والذي يأتي أثر تظاهرات لأنصار المحافظة السابق تضمنت قطعا للطرق احتجاجا على ترشيح شخص بديل للمنصب. هذا وتجمع عشرات أمام مبنى مجلس محافظة ديالى وسط بعقوبة احتجاجا على التوجه السياسي لاختيار محافظ جديد. في المقدادية وبلد روز نزل عدد من أنصار المحافظ السابق إلى الشوارع وقطع الطرق مطالبين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات بإنهاء الخلافات والاتفاق على إبقاء المحافظ في منصبه. في أخبار أخرى، حذرت مديرية الموارد المائية في صلاح الدين من ارتفاع مناسيب نهر دجلة جراء الأمطار الغزيرة والسيول المتدفقة من مناطق شمالية المحافظة. ذكرت المديرية في وثيقة موجهة إلى مكتب محافظ صلاح الدين أن الموجة ستكون بارتفاع يقترب من 4 أمتار وسيتم تصريفها باتجاه بغداد عن طريق نهر دجلة مؤخر سدة سامراء، وقد تستمر إلى 72 ساعة. وحذرت من تأثير الموجة في الساكنين والمتجاوزين على حوض النهر والجسور العائمة وإسالات المياه داخل الحوض، داعية إلى الإعاز للوحدات الإدارية والأجهزة الأمنية والدفاع المدني لأخذ الحيطة والحذر وتبليغ الدوائر الخدمية التي لديها آليات أو أعمال داخل الحوض برفعها فورا إلى حين عودة التصاريف الاعتيادية. إذن السيول والأمطار التي شهدتها محافظات عراقية عدة يراها الخبراء فرصة لاستغلال المياه والاستفادة منها في تعزيز الخزين المائي والذي يشهد عجزا كبيرا جراء مواسم الجفاف السابقة، ودعوا السلطات المختصة إلى إدارة المياه بشكل أفضل من أجل تجنب موسم الجفاف القادم. تفاصيل في هذا التقرير. 25 سدا لحصاد المياه يمتلكها العراق، لكنها لا تكفي لاستيعاب كميات مياه الأمطار والسيول القادمة من دول الجوار. ملايين الأمتار المكعبة من المياه تذهب بلا أي استفادة منها بسبب تخلف طرق خزنها ونقص البنى التحتية اللازمة لاستيعابها.
أعلن العراق منتصف العام الماضي الشروع بتشييد 36 سدا جديدا لحصاد المياه خلال العام الحالي، موزعة بين المناطق الصحراوية لخزن مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها في مجالات الزراعة والري ومكافحة التصحر والجفاف. علينا أن نفكر في إدخال تقنيات حديثة تحصد مياه أمطار بشكل كفوء جدا. علينا أن نغير من تقنيات الري لدينا إلى نظام المرشات، والآن حتى المرشات أصبح فيها هدر نعتبره، نحاول أن نطبق تجربة جديدة لتقنين هذه التقنية والري بالتنقيط. سد الموصل أحد أكبر السدود العراقية وأهمها التي يمكن استغلاله لسد العجز المائي ورفد المحافظات الأخرى بكميات المياه التي تحتاج إليها، ولا سيما محافظة البصرة التي تعاني في مواسم الجفاف من المد الملحي في شط العرب. المسؤولون على ملف المياه في البصرة هنا يعلقون آمالا كبيرة على السيول التي تأتي من شمالي العراق، إذ يجري توجيهها إلى شط العرب عبر دجلة والفرات لدفع اللسان الملحي القادم من الخليج، الأمر الذي يسهم بتغذية البساتين ومحطات الإسالة بمياه نظيفة. شتاء البصرة هذا العام كان شحيح الأمطار فضلا عن قلة الأيام الباردة، فهو أقرب إلى فصل الربيع، وتلك الأجواء أصبحت دليلا واضحا على التغيرات المناخية التي ألقت بتأثيراتها السلبية على مناح الحياة هنا، لا سيما ارتفاع درجات الحرارة إلى حد درجة الغليان. بسبب تغير المناخي فصول انتقالية بدأت تتداخل مع الشتاء، يعني الخريف والربيع بدأ يتداخل مع الشتاء، لذلك جاي نشوف فترة البرودة وأيضا فترة التساقطات جدا قليلة، وأيضا حتى إذا صار تساقطات هنالك مديات حرارية عالية تخلينا أن يعني حتى الاستفادة من هذه الأمطار تكون قليلة. البصرة ما زالت بانتظار خطوات حكومية جادة لبناء سد على مجرى نهر شط العرب يحفظ المياه النظيفة من الهدر، إلى جانب منعه زحف الجبهة الملحية البحرية نظرا لما تشكله من خطورة على البشر وعلى الثروة الحيوانية والزراعية أيضا. الكهرباء تعود إلى خط الأزمة مرة أخرى، هذه المرة في واسط ساعات التجهيز انخفضت بشكل كبير بعد خروج بعض المحطات عن الخدمة جراء الصيانة وسوء الأحوال الجوية. نقص في تجهيز الطاقة الكهربائية في واسط بعد موجة الأمطار الأخيرة، حتى وصلت ساعات القطع في بعض المناطق إلى 2 باثنين كما تسمى هنا. تراجع ساعات التجهيز في هذا التوقيت من السنة وخروج بعض المحطات عن الخدمة مؤشر عده الواسطيون فعلا سيئا لصيف قائض وطويل. فهاي معاناة بصراحة ما أعتقد تنتهي، يعني لأنه الآن إحنا في فصل الشتاء نعاني من انقطاع غير مألوف للطاقة الكهربائية، فصل الصيف إذا الله سهل إيش راح يصير، يعني ما أعرف هم راح نرجع نعاني من هاي المعاناة اللي ما تنتهي. إيران وغير إيران، إيران من جانب تقول لك أنا أطلبك فلوس، أنت تقول أنا انطيتها، ما نعرف الصدق وين، إحنا نكذب لو هم يكذبون ما نعرف وين. إذا الحل الوحيد كل الشعب يخرج بتظاهرة، وهاي مستحيل لو تنطبق السماوات على الأرض، وأي حل ماكو. الحكومة المحلية في واسط تقول أن تراجع ساعات التجهيز في الأسابيع الماضية كان بسبب عطل فني في محطات شمالي المحافظة والتي تسمى بالجهد 132، فضلا عن الصيانة السنوية التي أدت إلى خروج محطتين عن الخدمة. هذه الأيام حقيقة حدثت بعض المشاكل الفنية، هذه المشاكل الفنية سببها حدث خلل فني في محولات بعض المحطات الجهد 132 وبعض الصيانات اللي حدثت، خرجت محولتين من محطة شمال الكوت من الخدمة، بالإضافة محولة من الكوت القديمة. وبحسب السلطات المحلية كذلك، فإن 4 محطات جديدة ستضاف إلى الخدمة خلال الأشهر القليلة القادمة في الخاتشية والبشائر والموقع العسكري وقضاء الحي، ستسهم في تقليل الضغط على شبكات النقل بحسب الجهات الرسمية. وما زالت حصة محافظة واسط قرابة 400 ميجا واط في وقت يصل إنتاج محطاتها إلى نحو 3000 ميجا واط. من واسط حمزة الأسدي، UTV. في
في نينوى شكا مزارعون زيادة أسعار الكهرباء بعد رفع الحكومة دعمها عنها، مطالبين بتجهيزهم بمرشات للسقي وآلات زراعية حديثة بالإضافة للأسمدة والمبيدات بأثمان ميسرة. أكو هناك معوقات عدة، منها أجور الكهرباء اللي سبق وأن كانت مدعومة من قبل الدولة، الآن الوحدة 60 دينار، 60 دينار للوحدة، فهذا ما يكلف الفلاح بدفع مبالغ باهظة من تقريبا من 2 إلى 5 ملايين كل فلاح. دعم للفلاح ما موجود نهائيا على مستوى العراق كله وخاصة نينوى. نينوى كانت الوحدة ب6 دنانير وحاليا ب60 ألف بالنسبة للفلاح. الإيجارات هسه تجي إيجار عالي جدا للفلاح، سماد ماكو، كيمياوي ماكو، كل شيء ماكو، فشلون الحل؟ شلون راح نترك الزراعة ونشتغل عمال أفضل وأخير؟ المشاريع الأخرى يعني إحنا نريد مثل آلات رايش أو كذا، هذه كلها ما موجودة، ما يعني ما تدعمنا الدولة، فمشكلة بهذه المسائل. عندنا الآليات، يعني حتى الآليات كلها قديمة ظلت عندنا، ما ظلت عندنا آليات حديثة، يعني الحديثة صارت بايضة على الفلاح، والفلاح ما يدعم، يعني تشتري طن الكيمياء بمليون فوق المليون والدولة موجود عندها لكن ما تنطينا مدعوم. ميزانية سنوية بلغت 150 مليار دينار، وصندوق لإعادة إعمار ذي قار صرف له 1 تريليون دينار منذ تأسيسه. مخصصات إضافية في مشاريع تنمية الأقاليم والأمن الغذائي وخطة مكافحة الفقر وتخصيصات البترودولار. كل هذا ولا تزال أحياء ومناطق سكنية في مدينة الحرف الأول تعاني من الفقر وسوء الخدمات وتراكم النفايات. لا أثر لمشاريع البنى التحتية في منطقة الكرامة. انعدام الخدمات بكافة أشكالها يجعل حياة السكان صعبة، فالكرامة غير مشمولة بخطط الإعمار والتنمية في ذي قار. تتشابك الأزمات في هذا الحي بتشابك نقص الخدمات الذي يضع الأهالي في حيرة من أمرهم. فأكوام النفايات بدت سمة للحي الذي يتعذر على أهل الخروج من منازلهم حينما ترسل السماء غيثها، فتنعدم معها حركة الدخول والخروج منه وإليه. خدمات عندنا هنا، كهرباء ماكو أخوي، تبليط ماكو، تجي الحفارة تشتغل هنا 4 أيام 5 أيام وراحت، عرفت الشغل وتمسك قدامك مالي وضعي. شوف الشوارع كلها تعبانة والله العظيم، ملينا من المقاولية، ملينا يعني من كلهم، يعني يا تجي تنتقل علي عارف الشغل على النص خلاه وراح. المشاريع المعدة لهذا العام في ذي قار بلغت 181 مشروعا وبكلفة 480 مليار دينار، وتتحدث الحكومة المحلية عن توسعة في الأحياء لكنها تعزو تلكؤ العمل إلى وجود تعارضات وتجاوزات. نحتاج أن مواطننا يصبر على وجود يعني هذه التعارضات أو هذه المشاريع اللي تتعلق بمجاري وفتح طرقات وإعداد شوارع مهمة، إضافة لإيصال مياه صالح للشرب وشبكة الكهرباء بهذا الخصوص. الحكومة العراقية كانت قد خصصت موازنات إضافية ضمن صندوق إعمار ذي قار الذي أنشئ بعد احتجاجات عام 2019، والذي بلغت تخصيصاته منذ تأسيسه نحو 1 تريليون دينار بحسب ما كشفه رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني. بالإضافة إلى تخصيصات صندوق إعمار ذي قار والخطة السنوية للمحافظة، هناك تخصيصات الأمن الغذائي ومشروع تنمية الأقاليم وخطة الفقر والبترودولار التي بلغت قيمتها منذ عام 2022 نحو 620 مليار دينار. من الناصرية، أحمد السعيدي، يو تي في. هات نشرة، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.